2024 is National Oil Company of the People's Democratic Republic of Algeria Zonatrach, and I would like to invite Mr. Rashid Hashishi, CEO of Zonatrach, to receive this award. Mr. Hashishi. أصحاب معالي الوزراء، سعادة الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أعبر عن عميق امتناني وغامر سعادتي بتواجدي معكم في هذا الحدث الرفيع وضمن هذه الصفوة المميزة من أصحاب المعالي الوزراء وممثليهم، وسعادة الأمين العام للمنتدى البلدان المصدرة للغاز بمناسبة فوز سوناتراك بجائزة المنتدى. في هذا الصدد أود أن أتقدم بتشكراتي الخالصة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز على اختياره سوناتراك لتتفرد من بين نظرائها من الشركات التابعة للبلدان الأعضاء بتسلم هذه الجائزة الفخرية. كما يسعدني بشكل خاص أن أعبر عن اعتزازي بتوشيح سوناتراك بهذه الجائزة المرموقة التي تعد بمثابة شهادة اعتراف بقدرات المؤسسة وإسهاماتها الفعالة في مجال تطوير صناعة الغاز، وعربون تقدير على الجهود التي تبذلها من أجل إعلاء مكانتها بين نظرائها وتعزيز سمعتنا في سوق الطاقة العالمية. إننا نعتبر أن هذه الجائزة أيضاً بمثابة مكافأة ذات رمزية عالية نظير تضحيات فريق سوناتراك ومثابرته وتفانيه لتحقيق النجاح المتميز. إن سوناتراك كانت رائدة في صناعة الغاز من خلال قيامها بتشغيل أول مركب في العالم للغاز الطبيعي المسال سنة 1964، وإلى جانب توقيعها أولى عقود الغاز طويلة المدى تجدد التزامها للتواصل بالعمل على تطوير هذا النوع من الصناعة الغازية وسعيها المستمر لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية عبر الاستثمار في البحث والابتكار والاستدامة. مرة أخرى أجدد شكري وامتناني لمنتدى البلدان المصدرة للغاز على هذه الجائزة المميزة، وآمل أن يكون هذا التكريم حافزاً لنا في مجمع سوناتراك لمزيد من التعاون ونجاحات المشتركة في المستقبل. شكراً لكم جميعاً. Thank you very much.